وخرج من المسجد سلك طريقا يبتغي به جنة الله، ما عاد إلى بيته لكنه عاد إلى الله. يا إخوة، أخوكم تاج الدين من جزر القمر، فعجب الله أن يأتي الله به من بلاده إلى بلده الحرام ليموت هنا ويدفن. عجيب الله يا إخوة، يأتي فيحج، والإخوة يذكرون من جهوده في الدعوة في البلد وحرصه على الخير وحبه للقرآن وطلبه للعلم. ما يختم لعبد بخاتمة حسنة وخير إلا وعنده خبيئة خير نحسبه كذلك، وعنده عمل صالح. هذه عظة، وأحدكم كنا نقول له ما يدري كم سنة يمكث في مكة ويرجع إلى بلده، قد لا تتم السنوات كلها في مكة وتموت قبل ذلك. أخونا دفناه اليوم، كل هؤلاء الذين جاءوا محبين داعين يسألون الله له الرحمة، نحن في الوقت ذاته نرى أن هذه الخاتمة الحسنة كريمة وعزيزة عند الله، لكنها تنال بصدق، ونحن طلاب علم نتواصى على هذا الطريق يا إخوة، ويمر بنا في الطريق مواقف نتعظ بها. فلما يأتي من بلده إلى بلد الله فيموت هنا ويدفن هنا، ويكون آخر عهده بيت الله، وخرج من حلقة التحفيظ يريد التوجه إلى درس في مسجد آخر، فأدركه الموت بينهما، فما قبل وما بعد هو على خير. يا شباب اجتهدوا، فوالله مثل ما قال الشيخ، ما تدري الساعة التي تأتيك على أي شيء تكون خاتمته. فنو الخير واسلك طريق الخير، فإذا جاءك الأجل على أي حال فأنت على خير. ادعوا لأخيكم كثيرا، ولا تنسوا في صلواتكم سجودكم دعواتكم، نسأل الله عز وجل أن يجعل قبره روضا من رياض الجنة. اللهم إنه كان يحفظ كتابك فاحفظه، اجعله يا رب من أهل القرآن، وأكرمه بقراءة القرآن، وشفع فيه القرآن، واحشره في زمرة أهل القرآن، وارزقنا يا ربي وإياه ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وصحبه أجمعين. الله خير.